السلام عليكم بنات، كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بألف خير ان شاء الله وبصحه جيده. توحشتكم بزاف بزاف بزاف، والله ما كنت غادي ندير لكم فيديو، ولكن رينا قال لي دير لي فيديو. انت غادي ديري واحد الحاجه زوينه في راسك، علاش ما ديريش فيديو؟ فانا غدا ان شاء الله دابا باش نبدل اللوك ديالي شي حاجه اللي تعجبكم. كلكم درتوا تعاليق خايبه على قبل اللون ديال شعري. صراحه كنت قبل ما نجي الامارات غمقتو، ولكن مع الغسيل والماء وداكشي ولي برودوي عاود زاد تفتح ولا واحد الشعوبيه في شكل. فدابا غادي نمشي نقاد اللوك ديالي وغادي ندوز واحد الوقيته زوينه. ولكن قبل بغيتكم كيف ما كيتفكركم هاد السيد وكيقول لي ديروا لي فيديوهات، حتى نتوما تدخلوا تشكروا بواحد ابوني واحد التعليق، تقولوا لي كاملين جينا من عند اميمه. الا بغيتو نعرفكم ما تخسروش من عندي، اقسم بالله الا الناس دخلوا من عندي وتكتبوا لي في التعليق احنا من طرف اميمه دراري ودريات. انا الناس ديولي راه الله يعمر هذا. مرحبا خويا رضا، مرحبا. والله شكرا بزاف. وحتى نتوما كيف ما قلت لكم كيف ما كبر بيا نتوما كبروا بي، الله يرضي على بنياتي وعلى وليداتي فين ما كانوا. المهم دابا نمشي نبدل اللوك، خليكم معايا ما تزابوش. وصلنا للصالون، ها نتوما شوفوا داكشي كتايا داكشي زوين، خليكم معانا. المهم البنات هذه هي الدخله. ملي كتدخلوا من الباب ديال لوطيل كتجيو كدوروا على يديكم اليمين، في يديكم اليمين عاوتاني كتدخلوا هنايا كتلقاو البنات. دابا من بعد 10 دقائق غادي ندخل نغسل شعري. دابا راه داز شي 6 دقائق وصافي، خليكم معايا. لا وفي دبي والتبرديله وكلشي. ها انت الشعر كيخرج تبارك الله. شوف أميمة عاوتاني لوك جديد، جا الشعر واعر، الله إلا جاك بزاف تبارك الله ما شاء الله زوين. ديما نقول لالا أميمة تبارك الله على حسنة، وتبارك الله على حسنة مولات الصالون. ليلا هذا اللوك الجديد جاك زوين.
شوف الفراني عجبوني جا الاكري لك حمق هما هاد الشعر عفاك عمر قلنا المونتاج عمر شكرا بزاف على اللولو الجديد عرفتي شنو تختار ليا شكرا بزاف اخويا وراه مصري الا جيتو صالون حسن بيوتي تجيو تسولوا على عمر صابو عنده اسمه لو فاين حاضروني سلامه سي حسنة شكرا عجبني راسي بزاف ولكن انا شوفي نتوما راسكم تولي شعري طبعا انا لا تندر الزيوت فقط لقيتها طويله ياك تبارك الله حيت ما كاينش الفرق حيت ما كاينش الفرق وكندير ها ها نتوما ها ما كاينش الفرق كيما محلى شعري وحتى لا كولور اللي اختارت ليا حسنة نفس لا كولور ديال الستيكر ديال الشعر ما كاينش الفرق شحال فوق عليه شعري ولكن راه هو مدرح ولكن راه اوريجينال شعر طبيعي 100% غادي نخلي لكم لادغيس ضمان سنتين عليه ضمان سنتين سمعوا عندها اش كيقولوا لها حنا التزاوي غارانتي غارانتي 2 سنه انا نخلي لكم لادغيس ديالها في صندوق الوصف ونخلي لكم حتى الانستغرام ديالها كتحط داك الشيء واعر 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 باش كنت تجمعوا لها وتقول حنا جينا من طرف اميمه حتى الضفيرات واعرين صراحه البنات اللي في دبي ولا اللي في ابو ظبي ولا اللي في عجمان ولا اللي في الامارات كاملين البنات اللي في الامارات كاملين يجيو عندها الصراحه كتصاوب زوين 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 وكتعامل مع بنات البلاد وزياده على هذا الشيء راه كتصاوب حتى الشعر طبيعي المغرب بثمن جد مناسب فيكفي انك تواصلي معها في الخاص قول لي من طرف اميمه باش دير لكم شي ديسكاون زوين صافي تهلاي لي في ناسي يلا حبايبي كانت ديال النهايه ديال لا فيديو موح عليكم كنحماق عليكم بزاف المهم حبايبي شوفوا على الفيو صراحه زوين جينا لواحد الكوفتي دابا نركب واحد الكوفتي عاد وغادي نمشي للنوطيح صراحه عجبني راسي وعجبني فران لي زونغ لي صوبت عند حسنة عندهم شي حاجه واعره 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 بزاف غنخلي لكم لادريس ديالها سيروا عندها البنات تستحق الدعم وتستحق تمشيو عندها واخا تجي من ابو ظبي حتى لهنا لدبي على قبله فتستحق راه عرفتي راه ما كيبانش الفرق بتاتا وزياده على هذا الشيء حتى لي بخي ريزونابل ولا كاليتي راه الشعر ناتوريل راه البنات اللي في المغرب وبغاو الشعر راه كدير لا لي بريزون المغرب وصافي ودابا حبايبي غادي نقول لكم السلام عليكم تهلاو في راسكم تلقاو في فيديو جديد و الى عجبكم لولوك جديد قولوها لي في لي كومونتير كنبغيكم بزاف احلى فاميلي